قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. ياسين على سلامتك. هذو قاع هاد الحوايج ما يروحوش بوريا، هادو قاع هاد الحوايج راني دايرهم كيما نقولوا اعصان تكى بها ونمشي بها حتى هي ونعتمد عليها باش نكمل المشوار. اوكي هذه حاجه. حاجه واحده اخرى، الحكايه كاين واحد الناس راها تاول فيها وداتها كيما نقولوا كاين واحد لي باج الله يهديهم يهضروا في واحد الهضره، انا ما نقدرش نعاودها على روحي، انا شفتها وما نقدرش نعاودها على روحي. انا انسان الناس اللي يعرفوني ويتبعوني عندهم شحال يعرفوني باللي خاطيني هذا الصوالح، انسان وليد فاميليا عاقل متربي وافتخر نقول هاد الحوايج ونفتخر، باسكو لو كان ما نشدش وما نقولهمش على روحي انا هاني هاي صرات لي كا وها لي باج وشفتو واش قاعدين يهضروا واش قاعدين. كاين واحد لي باج اللي هضروا وكاين واحد لي باج هضروا هضره واقعيه ودعاو لنا ربي يحفظهم حتى هما ثاني وربي يكثر لهم خيرهم. حاجه واحده اخرى، الحكايه كيفاش صرات وكاين اللي راهم حابين يفهموا كيفاش صرات الحكايه وكيفاش حتى لقيت روحك كيما هكاك ياسين وكل شيء. جماعه انا على واش راني شافي، لو كان ما شفتش هذوك الفيديوهات اللي راهم ناشرينهم زعما في اليوتيوب وكاع، صرات اكسيدون ديت ضربه في راسي، دخلت سبيطار، فطنت لقيت روحي في سبيطار، فطنت لقيت روحي في سبيطار، ماني شافي على حتى حاجه بتاتا، حاجه ماني شافي عليها، ونحمد ربي صباح وعشيه اللي خرجني من هاد الحكايه لاباس والحمد لله وسالم معافى، وراني داير لايف دركا وراني نهضر على هاد الحكايه. شغل حاجه عندها شحال صرات صراحه. انا الحكايه فتها ليكيب اوكي، باش ديروا في بالكم بيا باللي ياسين قوي واستمد القوة هذه. منين استمد القوة هذه؟ استمدها من عندكم، من لي ميساج تاعكم، من دعواتكم، وكثر خيركم. ربي راه يستمع للدعوات، ربي راه يستمع للدعوات، وكاين اللي دعانا كاع في الثلث الاخير من الليل، كاين اللي قام تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اليوتيوبر الجزائري ياسين ربوح الذي ينحدر من ولاية توغورت ويحظى بمتابعة أكثر من 1,200,000 شخص، ظهر في وضعية صحية صعبة بعد إصابته بانهيار عصبي، وتدخلت مصالح الحماية المدنية بأحد مدن ولاية وهران من أجل نقل الفكاهي واليوتيوبر ياسين ربوح إلى المستشفى. وحسب ما تم تداوله عبر الصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي، فاليوتيوبر ياسين ربوح تعرض إلى نوبة عصبية بوهران حيث تم العثور عليه نائما في الشارع. تابعوا الفيديو. كاين شعارهم باش نسلها عرفت شو قلت هذا يوتيوب يا سايسي يدير تيك توك كما تابعتم الفيديو والصور المتداولة للحظة نقل ياسين ربوح إلى المستشفى. الفيديو يظهر أنه يقاوم أعوان الحماية المدنية ما صعب عليهم المهمة، حيث استدعي الأمر إلى تقييده من طرف الشرطة حتى يتسنى لهم تحويله، ولهذا ظهر اليوتيوبر ربوح مكبل اليدين إلى الخلف وساقطا على الأرض.
وقال ناشطون إنه يخضع حاليا للمتابعة الصحية بمستشفى وهران، أي مستشفى البلاتو. متابعة لهذا الملف وعن كثب، كشف أحد أصدقاء الفكاهي واليوتيوبر الذي يدعى أنس تمار، كشف عبر منشور له إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وكتب: القصة وما فيها إنه تعرض لحادث بسيط، وجاته ضربة في رأسه شوي ولا مش في عقله من الشوك. يعني تحدث عن بعدما تحدث مع اليوتيوبر الذي تعرض للنوبة، والحمد لله خرجنا سلامات، غير هذا كلش راه بخير. إذن بالنسبة لهذا التغريدة التي صنعت طبعا وانتشرت على نطاق واسع، خصوصا أنه يعتبر أول خبر تم تداوله فيما يخص هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر. سنعرج على تفاعلكم، حيث هذا الفيديو انهالت عليه عديد من التغريدات وعديد من التعليقات، خصوصا بعدما نشرته أشروق الإخبارية وتحدثت عن الموضوع وتحدثت عن ما قاله صديقه أنس تمار. إذن صهيب الجزائري: في زمن كان فيه اليوتيوبرز الجزائريين يقومون بشتى أنواع التفاهات من أجل الباز، كان هناك قلة من أبطال وأنقذوا اليوتيوب الجزائري، من بينهم ياسين ربوح الذي يقدم محتوى كوميدي ممتاز رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة، بدون أن يتعدى أبداً الحدود أو يعتدي أبدا على مبادئ وقيم المجتمع الجزائري. هاشتاغ متضامن مع ربوح. حسين الجزائري: ياسين ربوح صديقي في الحياة الواقعية وليست بالحياة الافتراضية. في ظرف 8 أشهر حدثت له أشياء كثيرة وتراكمت عليه المشاكل، أتمنى له الشفاء العاجل. بالمناسبة اتصلت بأخيه بعد العصر وطمنني أنه بخير. أحمد داود: للأسف ليس هناك احترام لخصوصيات المرضى ومشاعر أهليهم. ما رأيناه اليوم من تصوير لأحد المرضى المصاب بانهيار عصبي نتيجة حادث سير يوجب علينا مراجعة الأخلاق العامة للمجتمع وتوعيتهم بأن التصوير له عواقب تترتب عليه ومنها السجن. إذن كان هذا فيما يخص بعض التعليقات التي عبرت عن استيائها لطريقة التصوير، خصوصا في هذه الحالة المقلقة بالنسبة لمتابعيه أو بالنسبة لأهله بدرجة أقوى، خصوصا وإن الفيديو تم انتشاره على نطاق واسع. يمكنكم أنتم كذلك متابعين الأكارم التعليق أو التفاعل مع هذا الملف. هل برأيكم من طبعا التقط الفيديو ووثق الفيديو من حقه أن ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويصيب أهله وكل متابعيه، لأن عدد متابعيه وصل إلى 1,200,000 متابع عبر منصة اليوتيوب؟ هل برأيك وجب أن تتخذ ضده عديد من الترتيبات القضائية؟ وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.